شنو زدت الحمد لله نفس الحلقه درت كنت شغال نديرو في المسار ديالي الرياضي رغم ما وصلتش لداكشي اللي كان خاصني نوصل ليه انا رفقه الفريق الملكي لا المنتخب مع المنتخب الوطني فداكشي ما وصلتش للحوايج اللي خاصني كانوا عراق كانوا عندي عراق خير كانوا في المسيره ديالي والحمد لله انا لحد الساعه ما مقلقش على المردود ديالي والمستوى اللي بان به جواد ما ديتش في البطوله الوطنيه الحمد لله انا فزت بالالقاب عده من اكثر مع اكثر اللاعبين في البطوله الوطنيه اللي فازوا بالالقاب الحمد لله انا راضي على العطاء ديالي الطموحات ديالي ان شاء الله هي السنه الجايه ان شاء الله نرجع للمستوى ديالي بعد هذه السنه هذه اللي كان عندي فيها مشاكل مع الفريق الجديد ديالي اللي ما تنظ اللي الطموحات ديالي ما كانتش متوازيه مع الفريق نتمنى ان شاء الله السنه الجايه نرجع للمستوى ديالي ان شاء الله ونرجع جواد ما ترجع الاسم ديالو للقمه ان شاء الله ونفوز بهداف الدوري ان شاء الله المره الثانيه.